نشوف هذا الفيديو او الاستطلاع اللي سبقه انه عرضناه قبل ايام في برنامج شمس الفلوجه، واللي سالنا به الناس شلون علاقتك بحماتك وش تتمنى لها. خلونا نتابع وبعدين نرجع وياكم. اربعه هسه حاليا عندي ثلاثه ما شاء الله. اي منو يعني حماتي اكو بهن علاقه جيده، واكو مثلا تحب الحرص علي، يعني نوبات شو جزء اخطا شيء قوم تحكي علي، يعني ليش هيك مسوي هيك، كان شلون الابن يعني؟ والله علاقه طبيعيه عاديه، ام الثاني تعتبر. و... يعني ما تخاف منها؟ لا والله ليش اخاف منها؟ على شنو اخاف؟ لا بالعكس. زين شنو تتمنى لها؟ والله اتمنى لها الله يشافيها، هي مريضه خطيه بالمستشفى. شنو علاقتك مع حماتك؟ لا الحمد لله مقام امي. الحمد لله زينه نعمه. متاكده؟ لا الحمد لله نعمه. والله مثل امي. يعني ما شاء الله منقصها باي شيء، لكن احنا قاعدين مقابلهم الصراحه. اي يعني اي لميه اي شغله تصير يعني تعتبرني مثل ابنها بالضبط. معقوله. شنو قصدك؟ يعني زينه. يعني اكو مشاكل؟ لا ماكو مشاكل. زين شنو تتمنى لها؟ الموفقيه ان شاء الله. والله كل الزينه، يعني اهل يعني باعتبار امه وبنتها. والله أنا أسمع تصير مشاكل هواية يعني. صحيح بس مو ودائما هم تصير. صحيح بس لازم واحد يتلافاها يعني. والله يعني ما هو يعني حتى صح يعني الأهل بالبيت الأم والأب والأولاد هم يصير بيناتهم مشاكل. حماتي علاقة طيبة بسيطة يعني بينه وبينها، شلون أم وابنها. بس شفتك دا تفكر. لا مو دا أفكر، بس يعني الماي لازم واحد يصفن بيها مثل أمي. علاقة سلمية ما عنديش، احنا اهل واحد بيت واحد احنا وياه، ما عندنا يعني فتشي او علاقة اوها. ام الثانية جنة، هي اصلها جنة. علاقة يعني حلوة ما بيها شيء. شنو تتمنى لها؟ اتمنى لها كل الخير. والله علاقتي زينة الحمد لله. يعني ماكو مشاكل؟ لا كل مشاكل ماكو، من يعني يشوفني ما يشوفني يومين ثلاثة يخابرني ليش ماكو. يعني مرات أدز زوجتي ما أروح أني، يقول لي لازم تجي.